دلوقتي بقى هنروح لفاصل هنشوف فيه مع بعض حاجة مبهرة جدا ونرجع نكمل كلامنا معاكم. منزل توم كروز، تقدر قيمة المنزل ب 40 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنزل 930 متر مربع، بينما تقع مساحة الأرض التي بني عليها 320 فدان. يقع المنزل في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وصمم توم كروز هذا المنزل بنفسه سنة 1994، حيث يقع المنزل وسط الجبال المغطاة بالثلوج على ارتفاع 3962 متر، ليجعل هذا المنزل وسط إطلالة خلابة على تلك الجبال المغطاة بالثلوج. يتكون المنزل من 4 غرف نوم رئيسية ومكتبة وجيم وغرفة بلياردو، كما يوجد للضيوف فيلا بها 3 غرف نوم على مساحة 158 متر مربع. موقع المنزل يعتبر ممتاز للتزلج، وله بوابة خاصة على غابة تابعة للدولة، والمنزل من الداخل بأكمله من الخشب.